الحكمة يمكن التيار الوحيد اللي لقى بنفسه على أنه يزج ويركب الموجة مع المظاهرات. دعمنا التظاهر السلمي ودعمنا المطالب السلمية والمطالب المشروعة، وقلنا من المعيب أن نرد على شبابنا بقوة السلاح، بل نريد أن نسمع منهم، نجلس معهم، نقترب إليهم. أستاذ رياض، نعم، أطلب منك أن تبلغ سماحة السيد الحكيم، أريد نشوفه في ساحة التحرير هو وجماعته، ما أريد يقعد في مكانات الصالونات، خلي يدخل إلى ساحة التحرير. هذه هو يستطيع، خلي يدخل ساحة التحرير دكتورنا العزيز، هو ويخرج يستطيع كل موظف عنده، كل محافظ، كل موظف يطلع من الدولة، يطلع ويقفون بالشوارع ويطالبون. أولا يقفون معانا اليوم، ما عندنا شيء بالحكومة، احنا الحكومة السابقة معارضين لها، أي معارضين، هاي الحكومة ما اشتركنا بها. أريدكم ساحة التحرير. نعم، أريدكم ساحة التحرير. ساحة التحرير أنتم أولى الناس بساحة التحرير. سيد عمار يمكن هو أكثر سياسي ميداني في الشارع العراقي، وجدناه في البيوت، وجدناه في الدوائر الدولية، وجدناه في الأماكن العامة. يمكن هو السياسي الوحيد والعمامة الوحيدة التي زارت الزوراء لمرتين. هو قريب من الشباب، وهو قريب من توجهات الشباب، وهو قريب من الشارع، وقريب من كل القوى السياسية، وقريب من كل الأطياف العراقية. في المناسبات المسيحية تجده موجود، في مناسبات الصابئة تجده موجود، بس في مناسبات الشيعة موجود، في مناسبات السنة موجود. الدكتور لكن قضية، لكن قضية التحرير، قضية أخرى. التحرير أنا بس خل أوصل الفكرة، يعني أنا أريد أوصل لك فكرة قضية أخرى. ليش اكتفيتوا بالتصريحات؟ إحنا خل نسمع، وين الأداء بالبرلمان؟ وين الأصوات في البرلمان المنادية لمساندة ثوار تشرين؟ هذه النقطة الأهم أستاذ العزيز. أولاً إحنا الجماهير عندما خرجت، الشباب هي خرجت على اليمن، خرجت على العملية السياسية برمتها، خرجت على كل السياسيين. من المعيب على السياسي أن يركب الموجة ويقف معهم. طيب أنا الظاهر على نفسي مثلاً، زين، هذا الشاب طالع يظهر عليه، هو يعرف كل السياسيين قدامه بمنظار واحد. نعم، ربما هو لا يفرزن مستوى المسؤولية بين القوى السياسية، يعني ما ممكن اليوم أني أساوي بين من يمتلك رئيس وزراء وعدة وزراء وبين كتلة سياسية معارضة أو ما أتشي في الحكومة. نعم، نحن نقول، إحنا بادرنا وقلنا كل القوى السياسية تتحمل المسؤولية بلا استثناء، ولكن كل بقدر. لكن ما معقولة كتلة عندها ست وزارات خدمية تجي أنا تحملها مسؤولية ثم تحملني. أنتم نعم، معارضين، أنتم معارضة من طلعة التظاهرات. لنا وقفة، طيب احنا سبقنا هذه التظاهرات تشرين بستة أشهر تقريبا بمظاهرات على الأداء الحكومي، وطالبنا بتعديل المسار الحكومي وبإصلاحات حقيقية تتناسب مع متطلبات الشارع قبل أن تنبري تظاهرات تشرين بستة أشهر. طيب، سبقناها بستة أشهر. إن السبق في قضية المبادرة بالخروج على السلطة للمطالبة بتعديل المسار والإصلاح،